ستة أشهر وأكثر ظل فيها الموظفون في تعز في حصار خانق ومركب، إضافة إلى حصار الميليشيا كان توقف الرواتب وعدم صرفها طوال الفترة الماضية معاناة أخرى وحصارا إضافيا، وكأن المدينة وأهلها وقعت فجأة في ظلم القدر. لكن الظلم الذي حل بالمدينة كان أضعف من كسرها، حيث ظلت وفية لنهجها في النضال في شتى الجوانب، فبينما تشتعل الجبهات بالقتال ضد الميليشيا ظلت الأنحاء المحررة مسرحا لنضال سلمي وحقوقي. هذه التظاهرة أحد الأنشطة التي نفذها موظفو تعز للمطالبة برواتبهم التي عجزت الحكومة عن صرفها حتى الآن. عجز الحكومة هذا بدا غير مبرر، خصوصا بعد الوعود المتكررة التي داومت على إطلاقها مؤخرا. ولا عيد ولا وصل العيد ما فيش مصاريف، أزود من 500 ضابط أفنوا أعمارهم بالجيش، أفنوا أعمارهم بالجيش، ولا راقدين مع الكلاب، لا فطور لا سحور لا أكل، وهنا وعدون إحنا اليوم بكرة. والشرعية ويني والحكومة ويني والمحافظ تعز اللي يقول معمري، المفروض هو معمري محافظ محافظة تعز، هو اللي طالب الدولة والشرعية برواتبنا. الآن الناس بدون إيجارات، شهر كريم لا جار العطاء، لا رواتب، لا منظمات، ولا أي حاجة. إذن تبدو الحكومة الشرعية أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الموظفين في هذه المحافظة التي مثل أبناؤها حائط صد وطني أمام مشروع الإنقلاب، وقدمت التضحيات الكبيرة في سبيل الحفاظ على الشرعية.